السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات توقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. النهاردة نكمل سلسلة الكروت الكوتشينة مع البنت الحنطية، وحنشوف ما هي توقعات البنت الحنطية مستقبلا إن شاء الله، وإيه اللي حصل في حياتها. يلا، أخذت الطاقة بتاعتكم من التعليقات. اللي عاوز يحجز قراءة خاصة مدققة مفصلة، ما عليه إلا التواصل معنا عبر الإيميل الموجود في صندوق الوصف أو رابط الفيسبوك. في الشات هيحط لكم الأدمينات رابط الفيسبوك ورابط الإيميل عشان تتواصلوا معنا. يلا، قلبكم وعقلكم وما أعطاه لكم الله سبحانه وتعالى. قلبكم وعقلكم وما أعطاه لكم الله سبحانه وتعالى. قلبكم وعقلكم وما أعطاه لكم الله سبحانه وتعالى. قلبك، قلبك مغلق وخارج نطاق التغطية. يعني زي ما نقولهم هنا في الجزائر، قلبك مخنوق، فيه دود محضن على بيض وقاعد كده من كتر الأسى اللي عشتيه في حياتك. يعني قلبك مخنوق من كل حاجات، من اي حاجه جديده تدخل حياتك. يعني شوفي كده ورقتين بس، كارت الموت والبدايه، ما فيش اي حاجه كويسه داخل حياتك يعني عايشاها انت في حياتك. فقلبك مقبوض وحزينه ومنطوي على نفسك. عقلك عاوزه الهضه زي ما بيقول في الجزائر، الهجره، هاجروا، عاوزه تهاجري، عاوزه تتجوزي مع رجل غير الجنسيه بتاعتك. لانه في، لان كل راجل دخل حياتك او حتى لو كنت متجوزه بتعاني، بتقاسي كتير وبتعاني كتير. عاوزه تغيري البلد، عاوزه تغيري المكان، عاوزه تغيري حياتك باكملها. اللي هيديهولك ربنا انفتاح وانفراج ان شاء الله، انت بالذات ان شاء الله بمساعده امراه حنطيه زيك او بيضاء البشره، هتخرجي من الخنقه اللي انت فيها للانفراج ان شاء الله، ان شاء الله بقدره ربنا. يلا، نشوف وضعكم يا ذوات البشرة الحنطية. مخنوقة، قلتلك ربط، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ شوفوا الربط وكرت السحر هنا وكرت المرض. غالبا البعض منكم وصلكم خبر على إنك مريضة أو عندك سحر، طاقة سحر أنت فيها مش عارفة تعملي إيه. دايما دمعتك على خدك، بتعاني من تساقط الشعر، ألم في الركبتين، ضعف في النظر. غالبا شايفة نفسك لوحدك. انت دايما حظ، يعني بتدي الحظ للناس لكن ليكي انت مفيش حظ. كل انسان يدخل حياتك يبيعك بأرخص الثمن. لا حول ولا قوة الا بالله. شوفي هنا، يعني او هنا امنيتك زي ما نقول احنا عمرها ولا شافت الضوء كده، عمرها ما شافت نور ربنا للاسف. بنت الحنطيه، شوفي في خط الوسط صليب، ربط، الاربع اركان بتاع القراءه بتاعتك. هنا ضيع فلوس كتيره، مرض، ارق، تعب كبير، تدخل ناس في حياتك أو غيث من عند ربنا، الأمطار بتسقط زي ما قلت لك. شوفي كده، سبحان ربنا، سبحان الله، يعني في وقت القراءة بتاعتك وفي عز الصيف بيهطل غيث ربنا سبحانه وتعالى، هطلت الأمطار. فإن شاء الله ربنا يفرجها عليك يا صاحبة البنت البشرة الحنطية. غالبا هنا البنت الحنطية، شوفي كده خطك عامل مع الخط الوسط اللي من هنا والمن هنا، عامل زي الصليب كده. فاللي عملت لك السحر ده
هي امرأة بيضاء البشرة متساعدة، يعني بتساعدها ست سمراء، يا إما هي وأمها، يا إما هي وأختها، أو هي وخالتها وعمتها، أو هم أقارب ليكي أنت بحد ذاتك. خطك التاني هنا، أنت لوحدك بتعاني الوحدة كتير جدا، وغالبا البعض منكم أنت في بلد غير البلد الأم اللي اتولدتي فيه، ربما فرقوا ما بينك وبين أولادك وضحوهم، وأنت دلوقتي عاوزة يعني تمر بالمحكمة، أو أنت في المحكمة دلوقتي عشان تقاضي الرجل ده اللي كنت معاه، أو الأهل بتاعك، أو أهل الزوج المتوفي، عشان تجيبي حق أولادك. غالبا هنا البعض منكم اللي بيعانوا من الأعراض اللي قلتها في أول القراءة، الأعراض دي يعني بتدل على إنه السحر ده بدأ يطول في الزمن، فحاولوا إنكم تلقوا حد ينزعلكم السحر ده عشان تقدروا تحلوا مشاكلكم. ليه؟ لأن هنا الكارت اللي في الوسط أهو، 4 أركان من هنا ومن هنا، والكارت اللي في وسط باب الانسداد، يعني مغلق عليكم اهو، مغلقة كده وكده، بلوك مغلقة، حياتكم كل الميادين فيها، يعني مفيش حاجة بتفرح فيها او حاجة بتخليكم تعيشوا حياة هنيئة، فحاولوا شوفوا حد ينزع لكم السحر ده عشان تقدروا تتطوروا في حياتكم وتوصلوا للآفاق اللي انتم مصورينها في عقلكم. ان شاء الله ربنا يحقق لكم الامنيه بتاعتكم. غالبا بوابه العلاج عندكم اتفتحت بقالها شهرين، فاضل يعني شهرين من اللي اتفتحت، بقى فاضل لها شهر واحد بس على بال ما تنغلق مره تانية وتتفتح بعد 10 سنين، يعني فاضل لكم شهر ان شاء الله عشان تلقوا حد ينزع لكم السحر ده قبل ما ينتهي الشهر ده. اذا ما نزعتوش السحر ده قبل ما ينتهي الشهر ده، هتتغلق البوابه لمده 10 سنين على بال ما تتفتح مرة أخرى وتقدروا تعالجوا نفسكم، لأن السحر مش أي وقت تتعالجوا منه أو بأي طريقة تتعالجوا منه، فحاولوا إنكم تركزوا شوية في موضوع السحر ده إن شاء الله. اللي هي منفصلة مع الرجل الحين للأسف، هو مش عاوز يرجع، باب يعني السحر ده اللي عندك مبعد عنك أي حاجة، لا راجل يدخل في حياتك، ولا راجل يقعد في حياتك، ولا استقرار في جواز، ولا استقرار في عمل، ولا استقرار في أي حاجة. فحاولي تلقي حد ينزع لك الحاجة دي عشان تقدري تقربي العزيز لك على قلبك، تقدري كمان يعني تحسني من وضعيتك المادية وحتى في العمل، لأن غالبا هنا البعض منكم حتى في العمل عندكم أعداء، أنتم ما تعملوش حاجة لكن دايما عندكم أعداء واقفين لكم بالمرصاد. في إيه كمان؟ اللي هي عاوزة تسافر، عندكم سفر إن شاء الله عن قريب، البعض منكم عندكم نجاح ان شاء الله، وفيه معلومه هتجيلكم فيما يخص عمل، يا اما انتم طالبين ورقه معلقه في هيئه حكوميه هتجيلكم ان شاء الله، يا اما محتاجين الورقه دي اللي هي معلقه عشان تسافروا، فهتجيلكم الورقه دي ان شاء الله بنتيجه كويسه عشان تقدروا تتنقلوا او تتحصلوا على الحاجه اللي انتم عاوزينها ان شاء الله. البعض منكم عندكم عدم الحمل او كثره الاجهاض بسبب السحر ده اللي عندكم، فحاولوا تشوفوا حد عليكم بالنسبه للحاجات دي كلها. ايه كمان؟ ده كل اللي ظهر عندنا في القراءه بتاعتك يا صاحبه البشره الحنديه، ارجو انك هتستفيدي من المعلومات دول، وربنا يفرجها عليك ان شاء الله من اوسع ابوابه بقدره ربنا سبحانه وتعالى. الى هنا وصلنا نهايه هذا الفيديو، أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.